بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله في مجموعة من اللطائف هقدمها لحضراتكم فقط من الآية الأولى من سورة النساء. سورة النساء هي السورة رقم 4 في ترتيب المصحف، سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، والرابعة سورة النساء. تيجي تشوف نص المصحف اللي هو سورة الكهف، عد من بعد سورة الكهف هتلتقى سورة مريم وسورة طه وسورة الأنبياء وسورة الحج. السورة الرابعة في النص الثاني سورة الحج، والسورة الرابعة في النص الأول سورة النساء. من العجائب اللي أشار إليها الرازي في تفسيره الكبير إن سورة النساء، لأن هي في النصف الأول من القرآن، بتتكلم عن بدء الخلق. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها اللي هو آدم وحواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرا. دي مش كثيرا مش موجودة، إنما هو المقدر المحذوف، يعني إيه كثيرا أو نساء أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت على النار، يعني في ليلة الإسراء، فرأيت أكثر أهلها النساء. سورة النساء وسورة الحج دول السورتين الاثنين الوحيدتين اللي هم بدأوا بقول الله سبحانه يا أيها الناس، وهتلتقى سورة النساء قلت بتتكلم عن أول الخلق، سورة الحج بتتكلم عن آخر الخلق وأول أحداث القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. دي أول لطيفة وأول وقفة مع هذه السورة، أو مع أول كلمة يا أيها الناس. ويا أيها الناس إن دي تحدثت عن بدء الخلق، وهي السورة رقم 4 في ترتيب المصحف، وديت السورة رقم 4 لو قسمنا القرآن نصين هتبقى برضو السورة رقم 4 في النص الثاني. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. الجملة دي اتقوا يعني اخشوا، يعني اخشوا خافوا ربكم الذي خلقكم. فهنا إخبار بالربوبية، من لوازم الربوبية الخلق. فالله سبحانه وتعالى يقول خافوه، خافوا الله الذي خلقكم، لأنه خلقكم وخلق آباءكم وآباء آبائكم، فهو قادر كما خلقكم أن يفنيكم ويفني آباءكم وآباء آبائكم. فهي يعني تنبيه على الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتنبيه أيضا على نعمة الإيجاد التي تستحق الشكر. نعمة الإيجاد دي، ما هو إن ربنا خلقك من عدم وأعطاك السمع والبصر والحواس والجوارح وهذه الروح التي بين جنبيك والتي لا تعرف كنهاها، دي لوحدها نعمة تستحق من الله سبحانه وتعالى، تستحق الشكر منك لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، والذين من الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة اللي هي نفس آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، لكن حواء لم يرد لها اسم في القرآن الكريم، إنما ورد في السنة المطهرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها فسمها حواء. وفي قول برضو لبعض المفسرين إن هي سميت حواء لأنها خلقت من ضلع حي اللي هو ضلع آدم من الجهة اليسرى، الضلع الأخير من الجهة اليسرى، وسمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض. فكل اسم له سبب، إن ده من أديم الأرض ودي من إيه، من ضلع حي أو من جسر حي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، كأنه يعطف ويحنن الخلق كلهم على بعض، يعني كانوا بيقول له الأصل واحد، الجذر واحد، آدم عليه السلام، فكلكم أخوة، كأنه بيحنن الأخ على أخيه، الزوج على زوجته، الأب على ابنه، والابن على أبيه، تحنن إن بمعرفة أصل الخلقة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله. الآية دي اللي اتكرر فيها الأمر بالتقوى مرتين للسبب الثالث اللي هو يعتبر اللطيفة الثالثة، إن سورة النساء اشتملت على أحكام كثيرة جدا، يعني أحكام الطلاق وأحكام النكاح وأحكام المواريث، علم كامل
من سورة النساء علم المواريث، وأحكام القتال وأحكام الصلاة في السفر وفي الحضر، فلأنها اشتملت على أحكام كثيرة، فأمر قرر فيها الأمر بالتقوى مرتين، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الواحد يسأل يقول له، كانوا هم يعظمون جدا إن واحد يسأل واحد يقول له بالله عليك اعمل كذا، أو ناشدتك الله أن تفعل كذا، فطالما ناشده الله أو قال له بالله عليك أو أقسم عليه بالله كان يعظم هذا الأمر جدا. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم زي كما تعظمون القسم بالله فعظموا أيضا تقوى الله، يعني افعلوا المأمور واجتنبوا المحظور، افعلوا أوامره واجتنبوا نواهيه واجتنبوا معاصيه. إن الله كان عليكم رقيبا، رقيبا على أعمالكم، رقيبا على قلوبكم، رقيبا على نياتكم وضمائركم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. ولنا وقفة إن شاء الله مع هذه الآية، إن الله بما تعملون بصير، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.